طيب سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، صباح الفل على حضرتك سيادة اللواء. صباح النور على جميع السادة المشاهدين والمستمعين. أهلا بحضرتك، وإنجاز آخر بيضاف حقيقي، حاجة محترمة جدا، ويمكن إحنا لو هتكلم عن الرماية تحديدا لسنوات سابقة ما كناش بهذه زي ما بيتقال كده أو هذا المستوى. في إنجاز حصل، في تغيير حصل، وبالتالي ترجم ده في ميداليات وفي يعني رانكينج مختلف تماما. خلينا ست اللواء نتكلم على النقطة دي في البداية. الأول إحنا نقدر نقول إن مصر تشرفت باستضافة بطولة العالم، ودي اللي هي يعني نقدر نقول انها بتقام كل 4 سنوات، وكون انه الاتحاد الدولي يسند لمصر هذه البطولة فده حدث كبير جدا. الحاجة الثانية الأخرى اللي هي مشاركة العدد الكبير من الدول، هم 88 دولة، 1,001 رمية و485 إداري، نتكلم على 1,500 مشارك من خارج مصر، إضافة إلى مصر واللجنة المنظمة حوالي 500، حوالي 2000 واحد موجودين في مدينة مصر قبل الأولمبياد. رائع. ده يعني حدث يمكن لم يحدث، ويمكن ده بالنسبة لنا كاتحاد رماية وكدولة وجمهورية مصر العربية ورياضة بيعتبر إنجاز كبير جدا إن احنا نوصل لهذا المستوى من الاستضافة. وطبعا زي ما حضرتك أشرت في إنه موضوع السياحة الرياضية عندنا ناس كتير جدا يمكن بتسأل إن هي تروح تزور أماكن سياحية، وبتروح فعلا وبتقول احنا جينا مصر شفنا حاجات كتيره، شفنا ميدان الاكبر على مستوى العالم، شفنا منافسات كبيره جدا بين ابطال العالم، شفنا التاهل في هذه البطوله وهي اول بطوله تاهل لطوكيو لباريس 2024، ثم شفنا الاماكن السياحيه، منظومه متكامله الحمد لله بتنجح باذن الله. كويس جدا. انا دلوقتي بجهز مفروض علشان اولمبياد باريس 2024، دي نقطه مهمه جدا ويا ريت حضرتك تستفيد معانا فيها يا فندم، لان احنا من دلوقتي او من امبارح لازم فعلا كنا نستعد، فخلينا نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر. طبعا احنا بالنسبه لنا بطوله العالم دي تعتبر محطه من ضمن محطات الاستعداد والتاهل لباريس 2024، وطبعا الخطط اللي موجوده الان في الموجوده الان في اللجان الفنيه ليها هدف كبير جدا. اول حاجه اللي هو الاحتكاك في هذه البطوله، لان طبعا البطوله قويه. ثاني حاجه استعدادا لبطوله افريقيه ان شاء الله تقام في تونس، دوله تونس الشقيقه، في شهر ديسمبر القادم، ثم البطوله الافريقيه القادمه ان شاء الله في شهر اكتوبر العام القادم ان شاء الله. دي بالنسبه للنحو النواحي الفنيه والاستعدادات. احنا حققنا حاجه الفتره الماضيه، ايوه حققنا. رامي عزمي حلبة حصل على المركز الأول في بطولة العالم المقام بكرواتيا، وأول لاعب يتأهل إلى باريس 2024 في الخرطوش. الحاجة الثانية عندنا في البطولة هنا المقام حاليا عندنا رامي من الرماح حصل على الميدالية الفضية، ثم عدة رماة فريق ناشئين في البندقية حصل الفريق على المركز السادس على مستوى العالم، وده أول مرة طبعا تحصل هذه النتائج الباهرة إن هم يقدروا يحققوها في وجود الصين والهند وامريكا وفرنسا واليابان، دول كثيره جدا. رائع. الجزء الاخر ان احنا عندنا مسابقات في مسدس السريع، عندنا احد الرماه هنقدر نقول حاليا هيبتدي يصنف عالميا بعد المستوى اللي هو حققه في هذه البطوله. دي من الناحيه الفنيه. وطبعا خطه الاهداف بتكون تحت اشراف لجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب والرياضه. يمكن الخطة حتى الآن ماشية بنفس ما هو موضوع لها. بنتمنى إن شاء الله أن ربنا يوفقنا في المسابقات القادمة بإذن الله. القادم بإذن الله. شكرا جدا سيادة اللواء حازم حسني، مشكور حضرتك أنا وكريم أكيد على هذه المداخلة.